احنا قلنا دايما وشوفوا على مدار ال5 سنين دايما نقول الاحترام والتقدير اساس العلاقه. الاحترام والتقدير اساس انك انت يبقى في بينك وما بين زوجك مش بس حب وموده ورحمه والكلام عشان تستمر. راح الاحترام والتقدير باظ. الاحترام والتقدير منه ان انا اطلب بلطف وبانوثه، الاحترام والتقدير منه ان الاولاد يتعلموا ان ده ابي، الاحترام والتقدير ان انت تحترم زوجتك في الاتجاه المقابل، انك تحترمها وانك تطلب منها كمان باحترام، مش انت يا احمد ربنا بقى ان انا جايبه اعملي بلقمتك، لا. ويبقى الخطاب ده موجه مهما يقول وصلك اصيله خطا، ومهما يضرب ويهزق ويعمل واستحمل اصلك خطا. الاسلام ما قالش كده، الاسلام قال الاحترام المتبادل ما بين الطرفين. السيده مين؟ زوجة سيدنا بالدرداء، قال كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم باحترام. مش اقعد اقول طبعا يعني موضوع ان احنا نحط القاب للزوج والكلام ده، يا ستي احط له القاب دلع، ما تدلعيه، ما تقولي له. لكن ان انا اقول هو لازم كذا اقول استمتع، فانا مش هعيد الكلام طبعا واقول استمتع، لا لا لا، ولكن يبقى في احترام. صحيح ما فيش بعض يعني موضوع الكرامه بين المراه وزوجها والراجل وزوجته بيبقى نوع، وخصوصا بتوع اول 6 سنين زواج عايشين كناريا لسه دول، او لسه بيكتشفوا لك يعني انا منه وهو مني ازاي مثلا، تمام. لكن جوه البيت دلعي زي ما انت عايز، بره البيت له احترام، يا ابو فلان يا كذا يا تمام، ولو دكتور هقول له باسم، ده ما فيهوش خلاف. لكن ان انا لزج قوي في القيمه دي واعمل بطريقه تخلي اصلا الناس تكش منها، طب ما انا ارفض الصح والغلط، ارفض اي حاجه من المنظومه اللي فيها غلط. دي رسائل خفيه للامر، ويا ريت يا جماعه اللي يتصدر للخطاب الاسري والخطاب الزواجي والخطاب التربوي يكون ناس اهل لكده، ناس معاها ما يثبت اهليتها العلميه والثقافيه والمرجعيه. لكن مش اي حد طالع يتكلم كده وخلاص، ولا الخطاب التاني، الخطاب اللي بيهدم وبيعمل ولا واعملي وارفعي واخلعي وبهدلي الراجل وهاتي من مطحون بال 24 ساعه. فطبعا احنا يا جماعه محتاجين التوازن في الامر، احنا بصدق احنا محتاجين ومحتاجين ان احنا نعرف قال الله قال رسوله قال الصحابه في المنظومه دي ايه. ما قلت لكم اهي ام الدرداء زوجة سيدنا بالدرداء كانت تقول كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم، والزوج اولى بالاحترام والزوجه اولى بالاحترام، ده الخطاب. لكن اعمل كفه عن كفه ويطلع لايف واحد فرعون بقى، يطلع واحد راح لايف واحد انهى حياه زوجته لايف بس مباشر وعياله قاعدين ويهدد بيهم، ايه ده؟ ايه ده؟ انا بدي ايه الخط؟ خلي بالكم من الرسائل الخفيه، احنا في كارثه حقيقيه واقعة على المراه. صحيح في زوجات عايزين يتمسكوا كده يتنفضوا، احنا مش بنقولش ده، احنا بنقول التوازن. التوازن اللي موجود في قلب العلاقه اللي يخلي الاسره تستمر بما قال الله وقال الرسول وقال الصحابه. بما نفعنا الله عز وجل به، لك ذمه ماليه من فصل، لك احترامك، لك تقديرك، لك رايك زي ما رايها اتسمع السيده ام سلمه، كل الخطاب ده. لكن اجي اقول معرفش شبه مين وفرعون وشبه الممثل، ليه كده؟ واحده بتتكلم بالجوف وتتكلم بالجوف زي فلانه الفلانيه الممثله معرفش، ليه يا جماعه كده؟ ليه كده؟ ويبقى الايحاءات اللي غلط غلط غلط. لا الافوره كده، ولكن خلينا في الاتزان والوسطيه ما بين الاثنين. الوضع الحالي الاقتصادي والوضع الحالي اللي في قلب العالم كله وضع محتاج ان الاثنين يتكاتفوا مع بعض، والاثنين يقدروا مشاعر بعض، والاثنين سواء الزوج والزوجه ايد بايد علشان نعرف نعدي الزمن اللي فيه، علاوه انه زمن يعني كله فتن ومأمورين بيه، وهتعملي اولادك ولا تعملي ايه ولا تسوي ايه ولا كل الكلام ده احنا مأمورين بيه. وفي نفس الوقت النقطة الثانية الخاصة بإن اللي بيني وبينك، اللي بيني وبينك، الموضوع مش موضوع واحد فوق التاني والتاني أصله له قوامة، اوعوا تفتكروا إن هو ده بما فضل الله به بعضهم على بما أنفق. إن أنا ليه أتخلى عن دوري وإن في واحد قايم عليا يشيل شيلتك، وكل واحد يشيل شيلته باحترام وتقدير مش بأفورة ولا لزاجة عشان الناس ما تنفرش.